بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير والمحبة وحياكم الله أحبابنا وين ما كنتم تتابعونا داخل الكويت وبرا الكويت حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم مساء جميل جمعنا معاكم دوم على الخير والمحبة مع ضيوفنا الكرام اللي نورينا بتلفزيون الراي وبرنامج مسائي اليوم مواضيع مختلفة راح نتكلم فيها إن شاء الله بداية راح نتكلم اليوم عن موضوع يهم كل أسرة وكل بيت موضوع التحرش والعنف ضد الأطفال وهذا القانون اللي تم تفعيله أو سنة في عام 2015 وتفعيله كان أيضاً بنفس السنة، والسنة هذه أصبحت ملزمة الدولة بمراكز تتوافر بمحافظات الدولة لاستقبال هذه البلاغات، استقبال هذه الحالات، ما هو الخط الساخن لاستقبال هذه المشاكل، شنو هي حقوق هذا الطفل اللي تحميه من العنف اتجاهه وشنو العنف اللي احنا نقصده، القانون لم يترك شيء في هذا الأمر وإن كانت هناك بعض النقاط راح نبحثها إن شاء الله ونطرحها وهذه المخاوف والمسؤولية التي تقع على الام وعلى الاب والاهمال وكلمات كثيره حث عليها القانون لكن راح نسلط عليها الضوء في هذا المساء مع ضيوفنا، وايضا سنتحدث عن النفط وتوقعات 2017 اسعار النفط، اليوم الدوله كم ترصد ميزانيتها عند اي مبلغ، ما هي التوقعات القادمه، دور الاوبك في هذا الموضوع، اللي يحصل في عالم النفط اليوم هل هي تحركات سياسيه ام فعلا هناك سيكون تدهور لأسعار النفط في المرحلة القادمة والمقبلة سيستقر عند سعر معين كان هو المصدر الرئيسي والوحيد لنا في دولة الكويت وباقي الدول أيضا تعتمد على النفط وربطة بالدولار وأمور كثيرة في هذا المساء لكن سننطلق معكم بداية في هذا التقرير وأرجع مع ضيوفي ونتحاور بداية عن العنف اتجاه الطفل لكن هذا التقرير القادم وهو في التاريخ والتراث الكويتي مع الاستاذ فؤاد المقهوي واللي راح يقدم لنا هذه الحكايه وهذا السرد التراثي والتاريخي لموضوع جديد من موضوعاته الجميله والشيقه نسمع احنا وياكم الى ضيفنا الكريم من خلال هذه الفقره ونرجع لكم ان شاء الله سابق كان في في الكويت كان في نظام المعيشه يعني رب البيت يطلع يقوم الفجر ويصلي الفجر وبعدين يرجع البيت يتريق ويتم شويه وبعدين يطلع الى السوق او مثلا الى العمل فدائما يبتدون اعمالهم في السابق بساعات مبكره يعني ساعة ستة 6:30 او سبع, سبع بالكثير يكون كل الناس برا في اعمالهم البناي او الحداد او يعني الحرف مثلا او الموظف بالدائره او في اي مكان دائما يطلعون من الصبح يرجعون متى يرجعون بعد صلاه الظهر بعد صلاه الظهر يصلون الظهر ويتغدون بعد صلاه الظهر الغداء على طول يعني يكون جاهز يتغدون وينامون الى صلاه العصر بعد صلاه العصر يطلعون يصلون في المسجد ويطلعون الى السوق مثلا او الى التجمعات اللي قعدوا فيها المواطنين بشكل عام يعني ويرجعون وقت المغرب هذا هذا النظام ماشيين عليه على طول اني هنا حق الاكل موضوع الاكل فلما لما يجون مثل ما قلت لكم انا بعد بعد صلاه الظهر يحطون الاكل لازم يكون رب البيت موجود ويكونون العائله كلها موجوده يقعدون على السفره احنا نسميها السفره هذه السفره اللي هي حصير من من الخوص بشكل مدور هذه يسمونها السفره يفرشونها ويحطون الاكل وياكلون على الارض ما في عندنا طاوله وكراسي وشغلات هذه ما فيه. والاكل اللي اللي موجود آه يعني دائما يأكلون منه الجميع يكون حاضر الاب والام والابناء كلهم يكون حاضرين ويتغدون آه يميع ويقومون يميع ومثلا يصيروا قيلوله كلهم آه هذا النظام اللي كانوا ماشيين عليه آه السفره مثل ما قلت لكم انا يقعدون على على الارض وياكلون بايدهم والاكل الموجود عباره عن عيش ومرق او عيش ودقوس او مثلا مطبق سمك في الغالب يكون مطبق سمك لان احنا بلد يعني بحريه والاسماك فيها متوفره موجوده وايد ودائما متعودين على اكل الاسماك. اعتداءات تحرش عنف ضد زهور الحياه ليش لماذا كيف تحديدا في مجتمعنا والحمد لله يعني ما ينقصنا شيء هل اليوم العولمه اثرت على قلوب وعقول هؤلاء الناس وين الرفق اللي نتكلم عنه احنا ما نعمم لكن هناك ظواهر موجوده عندنا بالساحه بين فتره فتره قاعد نشوف ونسمع وشكاوي وغيره واعتقد ان المقابر تأن بهذه الشكاوي الخاصه بالطفل وحقوق الطفل. اليوم مشاهدينا راح نناقش مع ضيوفنا الكرام باحصائيات رسميه بلاغات العنف اللي كم وصل رقمها من 2015 لسنه 2015 تحديدا التحرش ضد الاطفال هناك من يقول ان 100 بلاغ في 6 اشهر تقريبا قد يكون اكثر من ذلك كثير من الناس ما اعلنت ما تواصلت ما اتصلت على الرقم المعني بهذا الامر اللي اتصلوا يمكن تجاوز الأمية طيب اللي ما اتصل اللي ما تواصل اللي قاعد يخفي هذا الامر شنو كيف نتعامل معه ما هي السريه شنو إيه هي حقوقك كطفل وكولي امر لما تبلغ البعض يخاف ويحات يقول انا ابلغ باكر تصير على بنتي او على ولدي وانفضح وكذا لا 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 في سريه بالتعامل كيف راح تتم هذه السريه وايضا هناك قانون يعاقب من يحاول ان يخرج هذا السر على نطاق اسرته يعني راح وراح نتحاور مع ضيوفنا ان شاء الله ويتكلمون بهذه الامور وراح نركز على نقاط كثيره بدايه أرحب بضيوفي والدكتورة منى الخواري وهي رئيس مكتب حمايه حقوق الطفل بوزاره الصحه والمدير التنفيذي لبرنامج الكويت الوطني لحمايه الطفل مساء الخير دكتوره منى مساء النور أهلا فيك اهلا وسهلا فيك وقواكم الله على العمل اللي قاعد تقومون فيه شكرا شكرا على الاستضافه بارك بس. الله فيكم وايضا يسعدنا ان يكون معنا المحاميه الاستاذة عذراء الرفاعي وهي رئيس لجنه الشكاوى القانونيه بحقوق الانسان مساء الخير استاذ عذراء مساء النور قواكم الله وبارك الله فيكم وموضوع مهم للامانه ويحتاج نعم. بين فتره وفتره نسلط عليه الضوء احنا دورنا كاعلام وايضا انتم منوط فيكم اعمال كثيره سواء بالجمعيات القانونيه والحقوق الانسان بشكل عام او صحيح. المعنيين بحمايه وتوعيه الاسره والطفل بهذا الموضوع لذلك شكرا لكم على تواجدكم اليوم شكرا حياكم الله ابتدي معكم بسؤال مشترك اليوم وش اللي نقصده في موضوع حمايه الطفل حقوق الطفل الحفاظ على السرية إيش قاعد نتكلم عنه بالضبط حتى المشاهد ينتبه معنا في القادم من الأسئلة دكتورة طبعا إذا إحنا نتكلم عن حقوق الطفل هي حقوق نصت عليها الاتفاقيات الدولية وهي حقوق عامة وشاملة ومنها الحماية حماية الطفل من الإساءة أو الإهمال فالحقوق اللي نصت عليها الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة وصدق صادقت عليها دولة الكويت وكانت في 1991 هي تشمل حقوق الرعاية الصحية الرعاية الثقافية التعليمية الاجتماعية حقوقها شاملة بالإضافة إلى حمايتها من الإساءة والأهمال فهذا المقصود بالحماية الإساءة والأهمال يمكن كلمة مطاطة كمحامين ممكن الطرفين كيف على حسب وجهة نظره فشنو حابه تنطلقين بهذه النقطه اللي شرحناها والاساءه والاهمال يعني أوه طبعا احنا اذا بنتكلم عن حمايه الطفل احنا عندنا قانون جديد لكن احنا نتكلم بصفتنا جمعيه حقوق انسان وكذلك بصفتي قانونيه نتكلم عن ان الدوله ماذا قدمت للطفل في حمايته احنا نبتدي في دستور دوله الكويت الذي حمى فيها الأسرة والطفولة والأمومة وكيفية حماية النج وكيفية معرفة القوانين الموجودة في دولة الكويت قبل التوقيع على الاتفاقية وبعد التوقيع على الاتفاقية هناك الكثير من القوانين اللي كانت جمعية حقوق الإنسان ونحن كقانونيين نقدمها للمجتمع ونقول لهم أن في قوانين تحمي الطفل لكن كنا نحتاج إلى تشريع خاص يحمي الطفل بصورة عامة وبصورة أفضل وأكثر حماية بموجب يعني بعيدا عن العقوبات القانونية لأنها موجودة في قانون الجزاء رقم 16 على 1960 فجاءت هذه الحماية عن طريق قانون الطفل رقم 21 على 2015 الذي كان باكرة نجاح وأعمال كنا نحتاجها من يعني من سنوات وكنا محتاجين هذا القانون فبالله الحمد بعد الاتفاقية شرع عندنا قانون الطفل والحمد لله ماشيين عليه يعني إحنا في السنة الأولى في تطبيقه واستخدامه وتنفيذه إلا أنه يعتبر قانون قانون رادع يحمي الطفل ويؤهله ويعيد تأهيل الأسرة بالكامل وليس فقط الطفل. فهذه من منطلق الحماية حماية الطفل بكافة حياته من أول يوم ينولد حتى, عمره 18 حتى عمر 18 سنة. حتى سنة. في قضايا حصلت في المحاكم للطفل خاصه بالطفل قبل قانون الطفل ولا بعد لا بعد تطبيق قانون الطفل اكيد في قضايا, قضايا وكان في تعاون ما بيننا وبين لجنه الطفوله م. ومراكز الحمايه الطفوله م. والمركز والمجلس الاعلى للأسرة ففي في قضايا كثيره منظوره نعم. اذا نضرب مثال حتى نقرب الصوره للمشاهد تعطينا مثال على قضيه راتها المحكمه واتخذ بها عقوبه واجراء وغيره ايا كان يعني أو أذكر ممكن قضيه هي بال2012 حاصله كانت الحادثه ولم يتم فيها اي يعني قضاء او اي حل او حقوبة لها بالضبط كانت للاسف ان الام هي اللي تعذب الاطفال كانت تربطهم بسلاسل ويعني وكانت هناك اثار عنف جسدي على الاطفال في وقت ما تكون الزياره عندها او الرؤيه عندها فطبعا ظلت هذه القضيه هذه عالقه من 2012 الحمد لله يعني انا اعتبرها قصه نجاح هذه بال2014 بعد تكوين فرق الحمايه وبعد ما صار في مشاركه او يعني اجراءات واضحه ما بين وزاره الصحه بفرق الحمايه اللي هي المكونه عشان تكون اوضحها للجمهور مكونه من اطباء اطباء اطفال اطباء من الحوادث الباطنيه عشان نغطي السن لحد 18 سنه اخصائيين اجتماعيين ومعالجين نفسيين بالإضافة إلى ضباط أمن من قسم حماية الأطفال واللي أنشئ حديثا في الإدارة العامة لحماية الأحداث فالقضية هذه قدرنا أن احنا نوثقها مرة ثانية ونسلط الضوء عليها وخذت فعلا الأم عقوبة سبع سنوات سجن نتيجة اللي, القانون اللي الجديد؟ بالقانون الجديد طبعا أثر رجع القانون؟ لا هي حالة كانت مستمره ووصلت مستمر. الأحكام بس, اللي بس هذه يعني من الحالات اللي قدرنا نوصلها للقضاء وتاخذ فيها الام عقوبة أه أه ممكن ممكن اعطي مثل احنا تعاوننا مع الدكتوره منى ومركز الطفوله وهي بعد القانون كانت عندنا قضيه تعرض اطفال للضرب من قبل والدتهم صح. فكان التواصل بيننا وبين الدكتوره منى اللي حولتنا على مستشفى مبارك وتم فتح ملف للاطفال وتم دراسه الحاله وتقديم نفس القضيه ولا غير لا قضيه لا. ثانيه مختلفه حق طفلين قضية كثيرة هي. هي. الطفلين يتعرضون للعنف من قبل الأسرة فبالعكس إحنا افتحوا لنا الملف تم دراسة الحالة من الناحية النفسية والاجتماعية والصحية صحيح. وبيان الأعراض حتى توصلنا إلى أن أخذ التعهدات على الوالدين وسحب الطفل وأخراجه من أسرته إلى رعايته من قبل الجدة يعني هذا كان تصرف جديد علينا وفق القانون لان سابقا ما كان عندنا اللي عنده حكم حضانه بس ياخذ الطفل، لكن الحين صار عندنا بموجب قانون الطفل ومراكز حمايه الطفوله ممكن سحب الطفل سحب الطفل من قبل والدينا وتوفير اسره بديله مناسبه له مع اخذ التعهدات وتحويلنا الى مباحث الطفوله والاحداث لبيان الحاله وكتابتها وبعدين اصدرنا حكم بموجب قانون الطفل والحمد لله كانت العقوبه رادعه، صحيح انها كانت قرارات ماليه لأن كانت تعدي خفيف من الضرب لكن احنا مارسنا القضيه هذه مارسنا القانون كامل ووفرنا الحمايه مع التاهيل النفسي والدعم النفسي وحمايه الطفل من أخذ من, من قبل المعنفين وتقديم العلاج للوالدين اساس لا غرامة مالية فقط كانت قرامة مالية 500 غرامه ماليه دينار كانت غرامه ماليه من قبل المحكمه 500 دينار لان كانت في الفتره مركز الطفوله مع مكتب الانماء الاجتماعي يقدم دورات الجلسات التأهيلية وإعادة التأهيل والحمايه هذا شيء رادع أستاذة رادع هذا يعتبر أمر. علاج علاج رادع للأسرة. 500 دينار يعتبر أه. طبعا أه. احنا بالنهاية احنا نهدف إلى حماية الطفل وإنه يكون في مكان آمن أه. ومساعدة الأسرة بالعلاج النفسي الاجتماعي لردع الأسباب أو لرفع الأسباب اللي هي سببت في ال ال الاعتداء هذا أه. مو القصد العقوبة بحد ذاتها مثل ما تفضلت بس ما السادة. في ضمانات دكتوره ما في ضمانات انه ما يستمر هذا العنف من قبل الجد انتم حطيتوه في مكان ولا يمكن أنتو دوركم انكم تعينون حارس بيت انت كل شخص حتى تشوفون قاعد يزورونه يتعرضون لا مراقبه في سن قانون حقوق الطفل على الزيارات المنزليه ومتابعه الطفل في المنزل ها من قبلكم انتم لكم الحق تزورونه يعني بالضبط يعني, وهذه وهذه على فكره ماده ما كانت موجوده وكنا نعاني منها كاطباء خلينا نتكلم نعم ان احنا الطفل هذا وقت ما يطلع من المستشفى ما نقدر نوصل له في بيته وما لنا أي حق نحن نزوره في المنزل القانون, القانون هذا ساعدنا إن أدرجت مادة من ضمن اختصاصات مراكز الطفولة إن فريق الحماية ممكن يتابع الطفل بزيارات المنزلية بداخل منزله ومتابعته وهذا بحد ذاته رح يحد من العنف اللي ممكن يتكرر مره ثانيه. عندكم احصائيات يعني. بالحكي هذا، خلينا نتكلم على 2015، أه 2016 ما انت، عندكم احصائيات بعدد البلاغات، احصائيات بنوع طبعاً. البلاغ، احصائيات باللي تعرضوا للعنف، احصائيه متعلقه بالقضايا اللي كسبتوها، احصائيه بعدد البيوت اللي قاعد تزورونها؟ اي أه يعني خلينا نقول الاحصائيات بشكل عام اللي طبعاً. هو بدا قدرنا ان احنا يعني نجمعها بال 2015 وهذه بذروه العمل اللي احنا بدينا فيه او البرنامج، طبعا خلينا نقارن مقارنه بالسنوات اللي سبقتها من 2010 الى 2013 2014 كانت ما تتعدى البلاغات 40 بلاغ بالسنه. بال 2015 صعدت البلاغات هذا صي... هذا الاخوان الكنترول نعم احصائيه نعم. حالات اعتداء واهمال اطفال بالضبط هذا البني زادت 2000 2015 و... وزادت الى 1000 الف... الى 108 مية... حاله بلاغ وصلنا في الفترة هذه. بال 2016 طبعا ما عرضناها لان ما انتهينا من الفترة هذه. وصلت في الفترة بالست شهور الاولى 110 بلاغ. لحظة دكتورة، بعد اذنك احنا الازرق اول شيء 2010 وبعدين الاخضر 2011 بالتدريج 11 12 12 13 14 15 سر هذه القفزة اي يعني هذه الاحصائية قاعدة تعطيكم ان عدد الحالات اللي قاعدة تتعرض الى العنف اي هي ممكن ما تعطينا عدد الاحصاء العادات تتعرض بالعنف بدوله الكويت كلها لا تعطينا البلاغات اللي وصلت الى فرق الحمايه وهذه بحد ذاتها القفزه هذه يعني تعكس نجاحنا فيها لان احنا كذي شجعنا الناس ان هي ايه توصلنا وتبلغ عن الحاله يعني الناس انكسر عندهم حاجز الخوف واني انا ما ابي ابلغ وصار عندهم وعي بالضبط هذا هذا اللي نقصده فواضح ان يعني اولا ان صارت في اليه واضحه صار في تواصل اكثر مع سواء كان الاسره المتصدعه او الاسره اللي فيها العم او مع الجمهور حتى يعني احنا توصلنا بلاغات حتى من الجمهور العام يعني انا وصلتني مره وصلني مره بلاغ من جار بلغ عن حاله اطفال وقمنا باللازم الى ان يعني قدرنا ان احنا نرفع الاطفال هذه من المكان الغير سوي والغير امن الى مكان ثاني نعم. طبعا الدكتور القفزه اللي قفزوا فيها في تقديم البلاغات في إيه؟ نص الماده 26 من قانون الطفل عطى الحمايه لكل أه. مبلغ على كل مبلغ أه. وخاضع للسر المهني تقديم الحمايه لهذا الطفل وتقديم الشكوى فعطيت انت مجال للاشخاص اللي كانوا مو محبين في قانونا او ما عندهم المقدره القانونيه أه. انهم يعني يقدمون بلاغ او أه. خوفهم ان نص الماده 26 من قانون الطفل تعطيهم هذه الحمايه في تقديم البلاغ يعني سابقا ما كان عندنا احد يقدر يقدم بلاغ لانه ما في قانون يحمي الحين كل شخص يعني مجبور عادي ما في مشكله ولا 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 يتم استدعاء ولا يتم استدعاء يتم محاسبته قانونا ولا يتم الرجوع عليه خلاص يتم حفاظ البلاغ يعني مجرد اني ما ارفع السماعه واقدم بلاغ واعطي معلوماتي انا تقدمت لي الحمايه وفق نص الماده 26 ما حد يجوز له الرجوع عليه قانونا طيب هل يعقل مادة قانونية موجودة تحمي المبلغ والسرية التامة ولا يتم استدعائك سواء امرأة أو رجل قالوا السلام عليكم في عندي والله فلانه الفلاني قاعده تعنف ابنائها طيب ما هو ممكن يكون بلاغ كيدي واحد هل متاح لهم السلطه القانونيه او القانون يعطي الحق لهؤلاء ضباط امن الطفل ان صحت التسميه اي بلاغ يوصلهم يروحوا يطقون الباب تعالي باب شوف عياله كذا معنفين ولا مو معنفين ما ممكن الولد مطقوق امس ولا صاير منه اخوه ولا كذا وندش في موال وندش في امر وهل ممكن الاسره هذه يستقبلونهم يمنعونهم يروحون المخفر تعال دوريه انا بدش البيت الا اكشف على الابناء الا اشوفه انا وصلني بلاغ راح تصير مشاكل ولا فعلا هو حل في حمايه للطرفين كل هذه الامور بعد الفاصل هذا الفيديو دكتوره من انجازكم ونعملكم إيه عملكم وشنو الهدف منه؟ هو طبعا يعني هذا يمثل نوع من انواع العنف اللي هو ممكن يكون العنف العاطفي. يعني الطفله احنا شفت ان الباك جراوند او الخلفيه هو صراع بين الام والاب وصراخهم وعنف اسري وهذا لا تاثيره على الطفله نفسها وحتى الطفله يعني انت يمكن اذا لاحظت ان هي تمشي تطق اللعبه وتقطها فهذا يعني معناته ان في عنف موجه لها نفسها. وكان عندها بادرة أمل أن أحد يلتفت لها بفتحة الباب لكن للأسف انصك وما حد كلمها فالدمعة هذه يعني اللي نزلت من كل لعبة من ألعابها مؤثرة جدا أنا أشوفها وهذا يعني للاسف الناس ما تحس ان هذا يكون يعني لا عنف الم دفين راح يبين بالمستقبل مع السن مع القانون في الاهمال العاطفي استاذ عذراء طبعا احنا القانون يعني الاهمال العاطفي ما كان مذكور في قانون الجزاء الا كان الاهمال النفسي او الجسدي لا. اما اذا نرجع قانون الطفل قانون الطفل اعطانا شيء جديد وهو الاهمال العاطفي اللي يتكلم ان الطفل لعاطفه يجوز الاهتمام فيها هذا احتياج صحيح. اساسي للطفل هذا مو موجود هذا اوجده اساس ان احنا نوعي الاسر وخاصه الوالدين لانهم الدور الرئيسي عليهم باهتمام باطفالهم وتوعيتهم ان هناك حتى عقوبه لمن يهمل اطفاله من الناحيه العاطفيه طيب العاطفيه كلمه مطاطه شو العاطفيه حي. اللي تقصدينها يعني بالقانون او القانون ماذا قصد بالاهمال العاطفي يعني احنا احنا نلمس المجتمع من اللي قاعد نشوفه في مجتمعاتنا الحين الطفل مفروض ان يتربى بيد والدته ووالده صح. مو بيد العامله المنزليه فاحنا اي العاطفه اللي راح تاخذها الطفله من العامله المنزليه او الام او الاب فهذه العاطفه كيف توزع ان احنا نشوف اطفال يلعبون مع العامله المنزليه ولا قاعد ياكلون في مراكز بعض المطاعم مع العامله المنزليه مراجعات صحيح. الطبيب هذه تكون مع العامله المنزليه فهذا الخطا مم. هذه اكبر عاطفه احنا نشوفها غير موجوده بين الطفل وبين والدينا بين فإحنا لازم نوعي المجتمع ولازم نوعي الأسر وخاصة الأمهات والأبهات أن ترى هذا القانون يعاقبكم في حال إذا أهملتوا أبنائكم من الناحية العاطفية العقوبة قولي لهم العقوبة شنو طبعا السجن سنة وقرامة من ألف دينار وأكثر ألف دينار وأكثر أكثر. تصل؟ عندنا طبعا العقوبات نصت عليها في قانون الطفل تبدا من السجن ستة اشهر الى الثلاث سنوات والقرامه تبدا من 500 دينار الى 10000 دينار وفق قانون الطفل. كيف القضاء يعتمد على هذه النقطه؟ شنو دوركم انتم المنوط فيكم كحمايه لهذا الطفل؟ بما احنا نتكلم عن النقطه العاطفيه كيف تثبتون هذا الامر شنو هو الاجراء المطلوب منكم والمتبع تجاه هذه القضيه حتى نقرب الصوره للمشاهد تصل العقوبه الى سنه سجن او لا. من 1000 الى 10000 استاذة أي نعم تقريبا هو طبعا مثل ما تفضلت يعني صعب جدا اثبات العنف العاطفي ولكن ممكن انت تحس ان هناك عنف موجه للطفل عاطفيا من تصرفاته من سلوكياته وهذه طبعا اختصاصيين معالجين نفسيين هم ممكن يوصلونك للنتيجه القانون سمح لهم وياخذ برايهم في هذا الجانب بالضبط. قانون الطفل قانون الطفل أي. يعني في ماده وأحب اذكرها انه بالسابق ما كان يعتد بالقرار او تقرير الطبيب بالمحاكم لكن في قانون الطفل اعتد بالتقرير وهذه فعلا شغله جيده جدا يعني لان احنا الفريق متكون من اختصاصيين في مختلف التخصصات ودورهم انه يوصلون الى الحقيقه او دورهم يوصلون الى النتيجه فانه يؤخذ بتقريرهم هذا فعلا شيء جميل ورائع إن لان احنا بالنهايه هؤلاء المتخصصين هم الاقرب الى الطفل يعني من الدورات اللي وجهناها للمتخصصين كيفيه او المهاره في استماع الطفل شلون ممكن يستخلص منه المعلومات وياخذ منه اي ادله بطريقة المحاورة بطريقة الرسم بطريقة التمثيل هذه طبعا أسلوب متعارف عليه عالميا ودوليا فكيفية الاستماع للطفل أو ضحية العنف وكيفية استخلاص المعلومات عندنا الكوادر يعني المتخصصة في هذا الجانب والكافية الكاف... يعني إحنا نقول يعني الكويتية. طبعا ما نقدر نقول كافي لكن إحنا لكن في, في كوادر كويتية, في كوادر إعداد بالضبط أوه. وقدمنا لهم دورات تدريبية وهذا بدينا مع فيهم من 2014 من بداية 2014 إضافي... إلى الآن في مجال القانون التقارير التي ترفع من الاطباء هنا القانون اعطاهم الحق في هذا النظر بالنسبه حق القاضي للاستئناس بالراي ام فعلا هو راي ملزم لي 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 سابقا كانت التقارير الطبيه لما كانت تنظر في قضايا يعني احنا لازم نفرق ما بين الشق المدني والشق الجنائي. اذا بنتكلم عن الشق المدني فهي كل حاله تدرس على حالتها. سابقا كانت التقارير الطبيه في اسقاط الحضانه ويعني والامور الاخرى في موضوع قانون الاحوال الشخصيه او لا يعتد فيها الا اذا تم تحويلها الى الطب الشرعي. الحين حاليا لا يتم تحويلهم الى مراكز الطفوله لاخذ التقارير. سابقاً ما كان عندنا هذا الشيء ولا في جهه مختصه في هذا الشيء الحين لا تطور العمل معاهم فبدينا نبعث جميع القضايا الخاصه بالطفوله والتقالي يعني الخبير اي بدال لا نحولها حق الطب الشرعي لا الحين نحولها الى مراكز الطفل اللي تنظر في هذا الموضوع من قبل اخصائيين ودكاتره يعني فريق متكامل ليس, ليس الاستئناس بالراي وانما راي يعتمد ويقدر فيه وينظر فيه اما من الناحيه بس بالنسبه للتحرش الجنسي لا زلنا نحتاج الى اطباء الطب الشرعي او الادله هذه لحد الحين احنا ما ما توصلنا لكن نشتغل عليها على اساس ان اطباء بقولها. الاطفال بالضبط إيه. أنه إن, ممكن هم طبعا الطبيب بشكل عام او فريق الحمايه بتقرير الطبي والاجتماعي والنفسي يعتد فيه وياخذ فيه بالتوصيات جدا. الموجوده في نقطه فين فين هو, الشق الجزائي يختلف عن الشق المدني هو قضايا الاحوال الشخصيه مم. ان الشق المدني ينظر داخل المحاكم اما الشق الجزائي ينظر داخل الاداره العامه للتحقيقات او النيابه على حسب نوع الجريمه اللي وقعت مم. على الطفل وتكييفه اساس تنصب على إنها تكون جنحة أو جناية في هذه الحالة تحال إلى الطب الشرعي قبل الطفولة ويتم التعاون مع الطفوله في هذا الموضوع يعني مم. اول شيء تتحول للطب الشرعي لبيان يعني الاعتداء الموجود على الطفل وبعدها يتم التعاون مع مراكز الطفوله او احيانا اذا وصلت الحاله لفريق الحمايه يكون ممكن بالعكس وهم نستأنس نحركها نسكين. ونستأنس براي الطب الشرعي خلال فتره زمنيه قصيره بحيث ان ما ناخر يعني هذا ما راح على نفسيه الطفل تاخذونه من مكان لمكان طب شرعي وطب ما ادري شنو أه مش عارف ايش كذا احنا نسعى الطفل هذا احنا نسعى انك يتم اي مقابلات مع فريق الحمايه هذا اللي قاعد نسعى له حتى يعني ما صار تسعون حق هذا الأمر. احنا فقط في الح... يعني جميع الحالات الحالية بالوقت الحالي فريق الحمايه يقوم فيها بالفحص والاجراءات كامله من فريق الحمايه هذا فريق إيه الحمايه إيه؟ هو اللي هو مكون من اطباء بالداخل احنا كوننا فرق حمايه في داخل المستشفى في كل مستشفى عام بالكويت اللي هم ست مستشفيات العامة بالإضافة لثلاث مستشفيات تخصصية مستشفى الرازي العظام مستشفى جراحة الأطفال ومستشفى أو مركز الصحة النفسية فكل فريق تتحول له الحالة على حسب المنطقة السكنية وأنا ذكرت من قبل أن هم أطباء وأخصائيين اجتماعيين ومعالجين نفسيين بالإضافة إلى ضابط الأمن في حال ما يكون هناك مثل ما تفضلت جنحة ضابط الأمن تقصدين ضابط الأمن للحراسة أو ضابط الأمن وتابع وزارة الداخلية ضابط الأمن وتابع وزارة الداخلية من إدارة العامة لحماية الأحداث طبعا إدارة العامة لحماية الأحداث بالسابق كانوا يتعاملون مع الحدث أو اللي يسمونه الحدث المجرم وكان في مادة اللي هو حماية الطفل من الانحراف ولكن مع طبعا بخلق الشراكه في وضع الاليه والاجراءات تغيرت هذه الى الوضع الى الطفل المعرض للخطر هم يقومون بحمايته من خلال قسم خلال انشاء قسم حمايه الطفل داخل اداره حمايه الاحداث وهذا شيء جديد صحيح. ويشكر على وزاره الداخليه بوضع القرار بانشاء القسم هذا فصار في قسم حمايه للطفل في داخل اداره الاحداث مرادف لاقسام الحمايه الموجوده في المستشفيات ويتم التعامل يعني على القضايا هذه بالسرعه الممكنه ب يعني اتصال مباشر الى القسم هذا والقيام بالاجراءات. طبعا بالنسبه للحالات اذا وصلت الى فريق الحمايه مثل ما ذكرت ممكن توصل قبل الادله الجنائيه او قبل اداره التحقيقات في هذه الحاله يتم استدعاء طبعا اذا هناك فعلا اعتداء جسدي شديد أو إذا كان هناك تحرش جنسي يتم مباشرة وضع استدعاء الطبيب الشرعي وهذا على قرار يعني الطفل ما راح يأخذ لفة وتأخذون تلفون فيه مكان لمكان من, من فريق الحماية وهذا للحين يعني نحاول إن إحنا نخلي من نوضح التنظيم هذا أو الإجراء أكثر بس إحنا حاليا قائمين عليه طيب اللي يقصده القانون اللي هو التحرش ضد الأطفال ايش يقصد القانون هنا بالضبط؟ التحرش ضد الطفل. طبعا طبعا بس عندي تعقيب صغير تولي. على الموضوع السابق في موضوع حاله الاطفال الى الطب الشرعي، احنا لا ننظرها مثل انت ما تنظرها ان الطفل يتعرض لت... لاذى نفسي وهو راح يتعقد انه دخل في هذه الاماكن، احنا ننظر بالنظره الاولى وعلى اساس نوصلها حتى المشاهدين الحين، انت تنظرها لحمايه الطفل، انت نعم. قاعده توديها الاماكن اللي تحميه. وبعد ما تحمي راح تقدم له الدعم النفسي والتاهيل النفسي فلا ننظرها انه والله احنا بنعقد طفل لا احنا قاعد نحمي طفل وبعد ما نحمي طفل أهل احنا قاعد نعمل نفسيه طبعا راح يعني يعني إيه, إيه؟ هذه الصوره لازم احنا نعدلها ونوضحها عشان انا اسالكم الاسئله هذه إيه اللي عند الناس وانتم دوركم توضحون صحيح, صحيح إيه فهذا الشيء اللي انا يعني تعقيبا على كلامك ان احنا ما نعقد بالعكس احنا قاعد نحمي وهذا دور نؤدي لحمايه الطفل والقانون وضع هذا الشيء لحمايته يعني بالاول والاخير الضوابط اللي وضعت لحمايه الطفل وتاهيله. جميل موضوع الموضوع التحرش ضد الطفل التحرش طبعا احنا اذا خذينا بمفهوم القانوني ما عندنا تعريف للقانون ولا عندنا شيء اسمه تحرش لكن عندنا الاعتداءات الجنسيه للطفل فدخلت تحت منظوم اسم التحرش الطفل التحرش الجنسي للطفل فالتحرشات الجنسيه للطفل اخذت هذا المنظوم والاسم كل ما يتعرض له الطفل من هتك عرض او من تحرش جنسي او من تعرض جسدي جنسي لهذا الطفل ويدخل تحت مفهوم التحرش ضد الطفل جميل. وهذه كلها معاقب عليها قانونا وقانون الجزاء وضع لها العقوبات المشدده جدا اذا كانت واقعة من افراد مقربين طبعا تكون العقوبه اشد مضعفة. واشد ومضاعفه وكذلك اذا كانت العقوبه من اشخاص يعني بعيدين هم تكون عقوبتهم رادعه لا. فهذا المذكور في التحرش جميل الان تكلمنا احنا قبل شوي دكتوره على البلاغ في بلاغات كيديه في بلاغات امراه تكره هذه الامراه رجل يكره هذا الجار طبعًا. حاب يزعجها حاب يشغلها ايا كان فكيف تتعاملون مع هذا الامر هل كل بلاغ يوصلكم انتم على طول اللي يقول تاخذون سيارتكم تاخذون فريقكم تروحون على طول لهذا المنزل لا طبعا اه انتوا قلتوا إن في حمايه للمبلغ ان كان البلاغ صحيح. كيدي كيف تتم الحمايه لهذا الشخص يعني كيف راح تعالجون هذه الامور؟ طبعا احنا نواجه نواجه يعني ممكن تكون بلاغات غير صحيحه. مم. طبعا يقوم التحري الفريق التحري بالموضوع هذا واخذ القصه كامله من المبلغ. اذا يعني فعلا هناك عنف يقع على الطفل من خلال القصه هذه، طبعا لابد من تحريك يعني الفريق الى المنزل او الى الاسره هذه اللي احتمال الطفل المعنف فيها او المشتبه. اعتداء على الطفل طبعا الفريق مو كله يتحرك لكن احنا نستعين باخصائي الباحثين الاجتماعيين من الشرطه المجتمعيه وكذلك من ضباط الامن او الضباط باداره الاحداث وفعلا هناك بعض الحالات اللي تمت فيها الزياره مو بلاغ كيدي بس تمت زياره الاهل عند وصول البلاغ للفريق الحين بالنسبه للبلاغ لل الكيدي عليه عقوبه وهذه سن عليها كذلك في مادة من قانون حقوق الطفل أن هناك عقوبة على البلاغ الكيدي إذا كان البلاغ غير صحيح فهناك عقوبة على الشخص المبلغ شو تسوون أنت ورحتوا للمكان طلعت مكان غير صحيح البلاغ. أه أنتوا جرائكم شنو راح يتم إحنا بالنسبة لنا ما قاعدين نحرك أي قضية احنا مجرد ان نتحرك حتى لو الفريق هذا صعد وطلع على المنزل اذا كان هناك اي قضيه غير صحيحه او بلاغ كاذب طبعا ما رح يتم اي اجراء فيها غير ان الشخص المبلغ يتم التبلغ ايه اجراء أن... انتم ضده تبلغون عن انتم شنو اجراءكم بب... اللي احنا احنا اكون للامانه ما ما حصل الحين اي بلاغ كيدي طيب. يعني ما وصلنا، لكن كون القانون هذا موجود طبعا راح نحرك القضيه ضد المبلغ. واللي يمنعكم من دخول البيت؟ يقول لك لا نعم يبا ما, ما راح تدشون البيت. طبعا, طبعًا هو يعني ممكن يعني. وارد انه يعني يمنعنا لكن اذا كان عندنا احنا فعلا بلاغ اكيد يعني مم. انا اذكر من القصص انه يعني بلاغ من دكتوره بمستشفى العيون البحر و والطفله دخلت وكان هناك اثار عنف جسدي موجه للطفله فطبعا البنت طلعت طلعت من المستشفى لكن ما زال ان الدكتوره خافت عليها انه ممكن يتكرر عليها العنف هذا مره ثانيه فاتصلت وبلغتنا بالامر اللي صار ان احنا طلعنا على المنزل هذا وجبنا الطفله وقيمناها وتاكدنا فعلا انه في عنف موجه للطفله وقمنا بالاجراء اللازم، فهذه نوعيه ال لا اللي يمنعكم من دخول البيت شلون تتصرفون معاه؟ بالقانون ما يمنع، اذا كان هناك بلاق ما ما في انه يمنع، احنا نتحرى بالامر، يعني القانون يسمح لكم؟ إيه اذا نتحرى طيب. بالامر اذا ما اذا بلاك هذا يعني واللي ما ما يلتزم معاكم في عمليه المراجعه وتعال طبعا وكذا. حتى في المراجعه يعني احنا ننطر عليه بالمره الاولى بالمره الثانيه لكن المره الثالثه لازم يكون عن طريق الضباط الامن انه يحضر للمراجعه للتاهيل النفسي مم. للمراجعه بالعيادات الخارجيه ممتنز. لان هذا بالنهايه للطفل نفسه وكذلك للاسره جميل طيب الموضوع ما زلنا مستمرين فيه بعد الفاصل ان شاء الله وسنتحدث شنو هي إيه الحمايه لهذه الاسره وهذا وهذا الطفل من قبل الموظفين في هذا القطاع، المسؤولين عن الطفل في هذا القطاع، مسؤوليه كبيره، مسؤوليه منتشره، هناك قانوني وهناك طبيب وهناك ضابط امن وهناك امراه وهناك رجل، انا شو اللي يحميني ان مواضيعي هذه ما تطلع الى العلن، انا شو اللي يحميني ان ما يروح هذا يتكلم ويسولف باكر يالف كتاب، يعمل قصص، يعمل أه سبق صحفي بهذا الامر وعنده صحفي يبلغهم في حادثه حصلت كذا كذا السوشيال ميديا والامور هذه كلها زين يعني انا شو اللي يحميني منه؟ شنو القانون اللي هو يعاقبه؟ القانون اللي يلزمه على السريه شنو هو بعد الفاصل؟ استاذه عذراء اليوم ايش كثر تاخذ هذه الاجراءات القانونيه؟ ما شاء الله تكلمنا مرتبط بكذا وكذا وكذا ومحكمه ومحامي، وهل احنا عندنا المحامين الكافيين اليوم او المحامي اللي فعلا عنده التمكن من قضايا الطفل تحديدا؟ طبعا قانون الطفل لانه حديث نعم وكان دخوله علينا في 11/2015 فلحين ما زلنا في نظام أننا محتاجين شرح القانون أكثر وعمل دورات قانونية أكثر على هذا القانون وتنفيذه على أرض الواقع بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية والشرطة المجتمعية في تفعيل هذا القانون بالآلية الصحيحة. نعم احنا محتاجين دورات قانونية مكثفة مو بس للمحامين حتى مع الجهات المتعاملة معاهم مثل الإدارة العامة للتحقيقات مثل النيابة في التعامل مع هذا القانون وكذلك حتى السلطة القضائية محتاجة دورات قانونية وتعريفية أكثر للقانون بالتعاون مع وزارة الصحة على أساس تعرف ما هي النظ... يعني التبعات اللي واقع على القانون من ناحية التقارير الطبية النفسية تكييف الدعوه كذلك وجود الوقائع رسمه يعني الامور التي يقتنع فيها القاضي ان وجود عنف واقع على هذا الطفل احكام سابقه لا الاحكام السابقه ما زلنا احنا في بدايتنا على القانون الجديد فما م. زلنا ما صدرت احكام يعني قليله أن اللي, اللي ذكرتيه قليل. قبل أي. شوي سبع سنوات اخذت الامراه اللي قبل أي. شوي يعني قليله دمنا. جدا وكانت تنظر لقانون الجزاء لان هذه العقوبات لم تنص عليها في في قانون الطفل فرجعنا لقانون الجزاء اذا احنا محتاجين حق اللي ذكرتيه اقامه الدورات هل من المفروض دوله تتبناه حكومه تتبناه هذا الامر المفروض على المجلس الاعلى للاسره هو الذي يقوم هذا الشيء وفق قانون الطفل لانه هو المكلف في تنفيذه اللي هي الماده 77 من من هذا من القانون, القانون اللي كلفت المجلس الاعلى مجلس الاعلى بتوفير الأسرى. مراكز بمحافظات الدوله نعينة. يمكن هذا ياخذنا للسؤال عندنا احنا مراكز بمحافظات الدوله ولا للحين في اطار لا تجيز. هي هي طبعا المراكز غير موجوده لحد الحين لكن المجلس مرة. الاعلى في مجلس اداره وطبعا برئاسه ترئيس الوزيره مع الوزيره الاستاذه هند الصبيح وفي تمثيل من كل وزارات الدوله وقائم العمل على اساس انه بحث موضوع انشاء المراكز هذه. طبعا في الوقت الحالي المراكز اذا قلنا احنا كدار رعايه او دار احنا حاليا لا حتى المستشفيات احنا ما ما نقدر نبقي الطفل مستشفى مثلا مده شهر او اكثر لكن نستعين بدور الرعايه الاجتماعيه اللي ما متى راح تنشئ هذه المراكز يعني وخطه التنميه أه انا ما اقدر مده يعني لكن هو جاري العمل فيها، المجلس الاعلى قاعدين يشتغلون عليها، المجلس الاداره قاعد يشتغل عليها. في خطه اوليه على الاقل الحين استعداد الحين ايجاد مراكز قا. قائمه ما احنا الخطه اللي نسعي الحاليه اللي احنا نستعين بدور الرعايه الاجتماعيه اللي موجوده حاليا واستعنتوا فيهم فعلتوهم طبعا طبعا في عده حالات شغالين يعني. في عده حالات ايش كثر تاخذ نالهم. انا ذكرت السؤال ايش ياخذ الاجراء القانوني هذا كله يعني خلينا قضيه ايش ل... تاخذ المده من ستة الى سنه من ست شهور الى سنه حتى, حتى يصدر حكم آه عقابي نهائي م. وبالنسبه حق مراكز حمايه الطفوله لان احنا تم تحويل احنا من القضايا على مراكز حمايه الطفوله استعنا في مستشفى مبارك باعتبارها احد مراكز حمايه الطفوله ايه؟ وفق, يعني وفق, احنا وفق نقول المحكمه فاحنا مسمينها مركز اي بالضبط مركز يعني احنا الطفولة. يعني حاليا احنا كان نمثل إختصاصات ايه؟ مراكز الطفوله ايه؟ طبعا القيام بالاجراءات كفريق حمايه لكن اذا احنا قلنا كدار تنشا للاطفال المعنفين هذا اللي الحين جاري العمل عليه. الحين المراكز هذه تحتاج إلى طاقم إداري وطاقم صحيح. فني وطاقم كذا شو راح يتم التوظيف أنت عارفة آلية التوظيف عندنا بالبيت نعم. سجل اسمك بديوان الخدمة المدنية ولا اسمك تروح أنت حق هذا المراكز يعني طبعًا مثل أش... هذه القضايا الحساسة والمهمة ايه؟ واللي راح ياخذنا للسؤال اللي طرحناه قبل شوي حماية هذه الاسر وهذا الطفل من افشاء هذه الاسرار صحيح. قاعدين احنا نساء مع بعضهم البعض رجال مع بعضهم البعض والله اليوم مرتنا حاله صار كذي 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 وباكر نشوفها بالجريده ونشوفها بالسوشيال صحيح. ميديا صحيح صحيح لكن التعيين خلينا ناخذها ننطلق من, من نقطه التعيينات احنا طبعا يعني خلال السنتين اللي فاتوا قدرنا نكون كادر يعني بشري من الاطباء من يعني ان احنا هو طبعا موجودين معينين اساسا بس قدرنا ان احنا نضمهم الى فرق الحمايه، يعني الحين تقريبا فرق الحمايه فيها ما يقارب من 68 شخص. يعمل تطوعي ولا مقابل؟ لا طبعا احنا يعني في في يعني قدرنا ان احنا نحصل على اساس ان مكافئات تقدم طبعا هم لان الفريق أربعة 24 ساعه نعم فيعني هي تعتبر ك إضافي وعشان انت يعني تشجع الناس انهم يعملون في هذا الفريق لانه مو سهل العمل بفريق مثل ما تفضلت اولا مم. في في خوف على ان الفريق ممكن يتوجه له اي يعني عقوبه او شيء بالضبط اتهام وبعدين مو سهل انه ممكن يتم استدعاء لمحكمه وغيره فالحمد لا قدرنا بالفتره الزمنيه اه. هذه ان احنا نكون هذه الفرق وعدد لا باس فيه لكن جاري العمل على ان التعيينات دكتوره طبعا انا ما اقدر اتكلم انا كتعيينات في مراكز الطفوله لان هذا هم كذلك تخص المجلس الاعلى انه هو يقوم ب بي... ما تجتمعون معاهم انتم لا ما احنا مو على مستوانا على مستوى اعلى منه ايه؟ قلت لك الوزراء على مستوى الوزراء، وزراء الصحه لازم وال... يستانسون برايكم أه وما احنا الدوله عندنا شو قاعد تمشي احنا مو دوله عن... هيئات ومؤسسات القرار استاذة إيه استاذ يعني يبتدي من تحت القرار من خلال هذه اللجانات ويصعد الى اللجنه نعم اللجان هذه عفوا ولجنه اعلى ولجنه نعم اعلى بس وقت وقت ما, يعني ما يتم ما يتم معاكم. وقت ما يتم مركز يعني اكيد هذا يكون يعني في موازاه بين التعيين وانشاء اذا انتم تفضلون لا يتم التعيين عشوائيا وتتم نفس الاليه افترض. يفترض اي وبعدين تدريب مهم هنا يعني احنا ما نعين حتى تاهيل الموظف تاهيل الموظف لان هذا امر يعني موضوع خاص جدا ف في القانون الساده عذراء هو حمايه هذا الطفل وهذه الاسره وهذه القضيه من النشر والانتشار طبعا شنو ملزوم القانون يلزمه بشنو طبعا عن احنا عندنا في قانون الطفل ونرجع حق يعني قوانين الاخرى هو يعني احنا احنا عارفين ان المعلومات السريه هذه موجوده في كل المهن يجب ان نحفظها من ناحيه الطبيب المحامي اي شخص يخضع للسر المهني عليه قسم أن لا يفشي هذه الاسرار برا واذا افشاها برا وهو معاقب قانونا وفق كل قانون يعني اذا كان الصحه يعاقب يحول الى جنحه اذا كان محامي يعاقب فهذه الاسرار تكون خاضعه للحمايه القانونيه لكن اذا جينا احنا حق قانون الطفل لا قانون الطفل اوجد ماده, مادة اذا ما خضني 92 نعم 92, 92 كانت تضع ان اذا نشر اي معلومات او في وسائل التواصل او اي معلومات تخص هذا الطفل صحيح. في مرحله القضيه انت راح تتعاقب بقرامه من 10000 الى 50000 دينار أيوة في كويتي في في نشر موجود أي. لكن ف... هو له مخارج هل غطى القانون هذه المخارج؟ الى ذلك الى ذلك احنا قانون الجرائم القانونية. الالكترونيه يتيح للاسر واولياء الامور المختص يعني اللي نكون وليين عن هؤلاء الاطفال بتقديم هذه الشكاوى، عندنا السجن اللي من ثلاث سنوات مع القرامات اللي فوق ال 2000 دينار اللي تمنع وتعاقب كل شخص يتداول اسرار الاشخاص او يداولها في السوشيال ميديا في في الصحف في هذه الاماكن لكن احنا نرجع ونقول هل نشرت بطريقه ذكر اسماء او من غير ذكر اسماء لتقديم الحمايه اذا انت ذكرت قصه او مثل من غير ذكر اسماء فانت مهني ما افشيت سر فانت لازم تنظر حتى المعلومه اللي تقدمها تكون فيها حفاظ على المهنيه والسر اللي عندك اذا ما افشيت فيها معلومات او صور او شيء يخص هذا الشخصيه فانت هنا ما يعني ما خضعت لي افشاء الاسرار او هاد الجريمه هاد الأمور حساسة في لكن احنا خلينا نقول خلينا نقول قصه قديمه صارت ايه؟ يعني تكلمتش فيها الدكتوره منى في بدايتنا في قانون الطفل تذكرون الاطفال اللي كانت امهم حابستهم في البيت هذه القصه اللي تعاملنا معاها كانت يعني إيه. مو صور لنا الاحداث وتناشرت في وسائل التواصل الاجتماعي شنو كان دوركم ما للاسف يعني طبعا في الوقت هذه كانت يعني في بدايات مم. القانون يعني حتى ما كان ما في كان وقتها في تنفيذه يعني في بدايه الـ 2015 اذكرها آه لكن في مثل هذا الواقع الحين الماده 92 تنص على عقوبة الشخص هذا ففعلا هو صور الفيديو بالرغم مم. ان انا الفيديو وصلني مم. كوني انا كان كنت الاول المبلغ مم. بس طبعا حافظت عليه وما نشرته فاجأت ان نهار ثاني واصلني عن طريق التواصل شو اللي يصير؟ خلينا نوعيهم قانونيا في الشخص عقوبة, عقوبة إيه؟ مثل ما قلنا مادة 92 تنص على عقوبة أي نشر معلومات خاصة بطفل اللي هو المعنف أو المعرض للخطر في أي وسائل إعلام أو تواصل أو اجتماعي أو من 10000 إلى 50000 دينار يعني ما فيها سجن ما فيها, لا فصل،, لا ما فيها سجن، فصل ما فيها, فيها قرامة. لا قرامة قرامة مالية من 10000 إلى 50000 إلى 50000 وفي احد تم عقوبته في لا في الوقت لا. الحالي ما في صراحه ما بس طبعا المعلومات. احنا يعني دائما يكون هناك قانون لكن احنا ننظر الى تنفيذ القانون واحقاقه من اللي يرفع عليه قضيه اي شخص انا راشد شفت هذا الفيديو اليوم تاذيت منه نفسيا انا اقدر اروح ارفع عليه قضيه ولا من اللي يرفع عليه قضيه من الجهه المعنيه الاشخاص المعنيين اصحاب الحق هو أصحاب يرفع. هم اللي يرفعون القضيه أي يعني اذا كان ولي امر الطفل او حاضنه اذا كانت عن الطفل نعم. او إذا كانوا الجهة المسؤولة اللي كانت تحمي الطفل مثل إحنا المستشفى إحنا شخصيا تم تبليغ إيه؟ الجهات بعدم نشر أي معلومات يعني تواصلنا مع كل الجهات في حالة النشر دكتورة من المسؤول النشر. عن رفع قضية يعني اليوم واحد لو يرتكب جرم اليوم اتجاه مثلا الدولة في رأيه وغيره لازم أن الدولة هي ترفع عليه قضية صحيح. عدل حتى يتم هذا الشخص اللي نشر من اللي يرفع عليه قضية لا الحق أصحاب الحق أصحاب الحق ما أصحاب أطفال الحق؟ ما عندهم حاجة. لا أصحاب الحق عند الولد الطبيعي عنه. الولي الطبيعي عندنا او الجهه المسؤوله وهي تعتبر مراكز حمايه الطفوله يقدرون يرفعون قضيه الا يحمي الطفل من تعرضه للخطر م. فعن طريق مراكز حماية م. الطفولة اللي أنشأت لها في باب كامل ذكر فيه في إنشاء المحاكم الخاصه للطفوله والتعاون مع القضاء في تقديم الحمايه القانون للطفل القانون يلزمهم بانشاء محاكم في خاصه للطفل, للطفل كذلك عندنا التعاون أي مع القضاء في حمايه الطفل في سحبه من تمثيل الطفل في المحاكم مع عندنا موجود, موجود, موجود في قانون, موجود في قانون الطفل حضور الجلسات قانون موجود على ارض الواقع فيه في محاكم الطفل خاصه للطفل في شيء ما في خاصة محاكم خاصه بس انه على الاقل تمثيل الطفل باخصائي اجتماعي او بمعالج نفسي حالاتنا بالقوانين لكن تهيئه الاجواء العامه موجوده نوعا ما لا احنا مو متاخرين مو متاخرين لان القانون سنه يحتاج كمل. سنوات تنفيذة على ارض الواقع يحتاج سنوات مم. الخطوه الاولى اللي احنا ماشيين عليها قاعد ننفذ القانون حل. وقاعد نمشي فيه وقاعد ناخذ باجراءاته وانت عشان تنفذين لكن... القانون يا استاذه عذراء لازم تكيفين الواقع على هذا القانون مو احنا قاعد نمشي صح قاعد نمشي خطوات ما نقدر مره واحده نبي قانون بيرفكت 100% مو قانون بيرفكت انا ارض الواقع انا اقصد المشرع اليوم اوجد القانون فبالتالي التنمية على أرض الواقع التي تتكيف وتتماشى مع هذا القانون ما يعني أنا قاعد أقول أن قانون الطفل رأى النور في شهر 11-2015 أواخر 11-2015 و... يعني سنة. 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 سنة على ارض الواقع نشوف مجهود وزاره الصحه على الاقل الطفولة مستف... وزارة الداخلية من عده مواد وكانت باركنا موجوده, باركنا موجودة باركنا يعني موجودة. هي دارك. اللي هي ابقاء الطفل في مكان امن كان من الصعب ان احنا كنا نبقى الطفل في المستشفى في حال لم يكون معنف فالابو يقول لك انا بطلع الطفل ولدي كيفي انا بطلعه فهني الماده نصت ان اذا كان هناك خطوره على حياه الطفل من حق فريق الحمايه انه يبقيه في المستشفى آه يبقي ولا المستشفى. يطلع ويمنع اللي. وهذه من الاشياء اللي نفذت طيب انا بعجاله ايضا سؤالين السوشيال ميديا وايضا قانون الحدث اللي اعتقد تم تفعيله 16 سنه الان من واحد واحد. من, واحد من واحد واحد, واحد, راح يتم تفعيله. تفعيله قلتوا قبل شوي ذكرتوا ان قانون الطفل لغايه سن 18 سنه, سنة. فحيح. اليوم الحدث 16 سنه م -م. ففي مفارقه هني في موقف انتم اتجاه هذا الموضوع م -م. كقانونيين وكحمايه الطفل احنا طبعا احنا علاقتنا بالطفل المعرض للخطر فهو العمر ليه 18 سنه لكن هني الحدث هم لهم وجهه نظر ان الحدث او المرتكب الجريمه يعني لهم وجهه نظر أنه بتنزيل العمر الى 16 سنه على اساس انه ممكن تتوجه لعقوبة وتأهيل أكثر في عمر أقل ما أقدر طبعا أقر يمكن القانوني بشوف الجانب هذا بشوف الجانب القانوني يعني. طبعا أي. من الجانب القانوني أنا ضد هذا القانون لأن م. أنت قاعد تعرض الطفل للخطر أنت قاعد تنزل سن الحدث فأنت قاعد تعرض الطفل للخطر م. هذا الطفل إذا ارتكب جرم يعني إذا كنا نجد أنه جرم فهو أكيد محتاج إلى تأهيل سلوكه وإعادة تأهيله وتنشئته في طريقة تحافظ على هذا الطفل حتى 18 سنة إحنا هني في قانون الأحداث نزلنا قانون الطفل في معاقبته كمجني علي كجاني أجاني. وليس مجني عليه كمجني عليه هو محفوظ حقه ك يعني ك... بقانون الطفل وقانون الاحداث لكن احنا اذا شفناه جاني انت قاعد تخالف الاتفاقيه الدوليه في قانون الطفل في حمايه الطفل اثنين ما قاعد نفسيا ثلاثه قاعد تطبق عليه قوانين قوانين الاشخاص الراشدين يعني من 21 سنه وفوق فانت قاعد تعاقبه بطريقه الشخص البالغ فهذا مخالف. دخل المركز, دخل المركز أي فهذا انا انا مخالف جدا مخالف جدا تشريعيا يمكن احنا اثرنا نقطه اليوم قد يلتفت لها المشرع. صحيح. الا يتعارض هذا يتعارض القانون مع انا عندي بدوله الكويت نعم قانون طفل لسن 18 سنه انا اليوم راشد أثرنا هذا الموضوع مع ضيوف الكرام استاذه عذراء ودكتوره منى اثرنا هذا الموضوع على قانونياً. نعم قانون يتعارض قانونيا قانون الطفل لسن 18 سنه عندنا بالكويت وقانون الحدث لسن 16 سنه في شيء غلط يتعارض للاسف يتعارض شده يتعارض بشدة قانونيا بشدة التعارض هذا شنو شنو ممكن يلغيه يبقيه لازم يطعن عليه في عدم دستوريته لكن لازم يطبق طيب على, على ارض الواقع على اساس ان احنا نقدر نطعن عليه بعدم دستوريته من اللي يطعن جمعيه المحامين ولا جمعيه المحامين, المحامين الاشخاص المهتمين في موضوع الطفل جمعيات النفع العام كل انتو اليوم موجودين مع كل معنا وتهتمون بهذا الطفل لان أنا الوقت انتهى معي بس عندي سؤال اخير كنت بعد اذنك يعني سؤال اخير انتم اليوم دوركم حضرتك على الطفل تتكلمين وحضرتك على الطفل تتكلمين واحنا نتكلم عن الطفل دوركم اليوم تطعنون بهذا الامر امام المحكمه الدستوريه ام لا؟ يعني احنا اذا طبق على أرض, ارض الواقع لازم نطعن أي. عليه عدم دستوريته لانه مخالف عدم مقالف. دستوريته وانتم كمعنيين أعتقد... عن الطفل نعم, نعم نوافق على الشيء هذا راح تدعمون مم. هذا الموضوع مم. جميل نقطه اخيره في السوشيال ميديا اليوم من يستغل ابناءه سن الطفوله مم. في عمليه التسويق في عمليه الاضحاك ها يكون كشكل مهن. هذا طفل ما يعني فكنت تحت اوامري الطفل هنا القانون حمى الطفل نعم في ماده تجرم الاب او الام او غيره يعني من يعرض الطفل للاستغلال للدعايه للضحك في في التواصل الاجتماعي وجرمه فعلاً. زين انا ابوه انا امه احنا متفقين وموافقين انتم ايش عليكم هذا هذا يرجع الى العنف النفسي اللي احنا تكلمنا عنه لان يعني انت لما تت... او أول او احيانا للعنف الجنسي يعني م. في بعض ال... للاسف انه يتم استغلال الطفل بكشف عوراته او غيره نعم. آه من خلال التواصل موجوده موجودة. موجوده احنا موجوده كل يوم نشوفها بالسوشيال ميديا شنو دوركم وهذا في تجريم لل... تقدرون شكوى على هذا بلاغ بضبط. يعتبر إذا بلاغ اذا وصل اذا وصل للبلاغ يجرم لازم احد يبلغ اي طبعا طبعا لا في بعض الحالات يقدرون يوصلون لها من, من عن طريق الجرائم الالكترونيه يعني ممكن يوصلون للشخص اللي دكتورة آه انتم معنيين نشر والقانون يسمح لكم انت شفتي اليوم بالانستغرام شفتي طفل قاعد انا احوله مباشره الى اداره حمايه الاحداث تقدرين يقومون تقدرين ترفعين عليه بالضبط وهم يقومون باللازم احنا نرجع حق نص الماده 26 في هذا الموضوع اذا شفنا اي فيديو متعلق بتعريض طفل للعنف النفسي الجسدي الجنسي في السخريه الحط من أيوة قدره الطفل يعني من 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 مكانه الطفل <applause> احنا نقدر نقدم بلاغ وفي نص الماده 26 لتحريك الشكوى هذا وفق انت نص الماده وفق القانون, القانون. على اساس ان انا احمي هذا الطفل القانون بس أنا انت, حين شفت انت اذا شفت الفيديو تقدر, إيه؟ تقدر تقدم بلاغ عليه يعني احنا شفنا مو مزاجيتك آه. انت هني اي شخص اي شخص انت اي شخص تشوف شيء يعرض الطفل لاي عنف او اهمال او خطر يقدم بلاقه عن طريق 147 صح دكتور حتى, إيه حتى انا شفت أطفال او عن طريق تقريم 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 انا الشخصي انا بعد ما كان أسمع أيه المقاطعه لكن انا شفت الفيديو مثلا شفت اطفال حاطينهم الاب وكذا حاطين في شكل مهرجين انا يا راشد كيفت انه والله هذا راح يضر بنفسيته باكر يحق لي هالكلام أي يعني احنا توصلنا الفيديوهات هذه أي. وقاعدين ناخذ الاجراء مثل ما قلت لك مجرد ما يوصل مثل هالفيديو هذه نحوله على اداره الضباط ويوصلون حق احنا معظمها احنا نشوفها أي. حتى مو بدوله الكويت نشوفها من المملكه العربيه السعوديه أي. فيصير في خلط احيانا طبعا ما نقدر نتصرف اذا كان خارج طبعا م. احنا هذه نقدر نستغلها في موضوع اذا كانت في الخلافات الاسريه في اسقاط الحضانه وحرمان الاب من الرؤيه او حرمان الام من الرؤيه واسقاط حضانتها واسقاط حضانه الاب اخذ الاختصاصات الولايه التعليميه هذه الامور او حتى ولايه الطبيعية يعني الابن بموجب انه قاعد يروج هذه الدعايات فاحنا نستخدمها في امور اخرى كيف طيب ان نحمي الطفل فيها يعني مواضيع كثيره الامانه في الطفل خصوصا ما تكلمنا عن نقطه الانفصال او الـ يعني المفصلين اساسا والابناء اللي يعيشون هنا ويعيشون هناك العنف اللي يصير هنا وهناك الحضانه كيف <applause> يعني ايضا هذا موضوع اخر وفروع <applause> لكن انا اشكر تواجدكم معي وشكرا على جهدكم <applause> وبارك الله فيكم وكانت هذه الاسئله اسئله الناس اللي تطرحها لو كذا ولو كذا ولو كذا وكان دوركم غطيته كل شيء بارك الله فيكم بارك الله بجهدكم والدور الجبار اللي قاعد تقومون فيه والدورات التوعويه المستمره سواء على الجانب القانوني او الجانب لا. توعيه الطفل وتوعيه الاسره فكان احنا دورنا اليوم ان نوعيكم أنتم كاسره حقوق هذا الطفل اللي عندكم قفزنا من نقطه الى نقطه لكن الهدف كله قاعد نقول لك شنو الواجبات اللي عليكم وشنو الحقوق هذا الطفل عليكم أنتم واتجاهكم من ناحيه العاطفيه الثقافيه الجسديه التوعويه وغيرها امور كثيره للطفل هناك خط ساخن للتواصل معاكم مباشرة نعم. حتى يتصل معاكم إذا تعرض لأي عنف اللي هو رقم واحد أربعة سبعة كل الشكر للدكتورة منى الخواري رئيس مكتب حماية حقوق الطفل بوزارة الصحة والمدير التنفيذي لبرامج البرنامج الكويت الوطني لحماية الطفل شكرا, شكرا جزيلا حلو. سادة عذراء الرفاعي رئيس لجنة الشكاوى القانونية بحقوق الإنسان شكرا جزيلا يعطيكم العافية شكرا شكرا نضيف الكرام مستمرين معاكم بعد الفاصل النفط جزء مهم من الاستراتيجية العالمية وأسعاره وأمداداته من القضايا ذات الأسبقية اللي جميع الدول تعطي لها الهمية والعالم أيضا جل اهتمامها في هذا الأمر فبالتالي احنا ككويت موردنا الاقتصادي الأول ويكاد يكون بل الأوحد هو النفط فأكيد أن احنا بالتأكيد أي تاثير هنا او هناك اي حركه هنا او هناك راح وان كان بسيط يعني راح ياثر على السعر راح ياثر على الانتاجيه راح يتاثر على القرارات الاقتصاديه تاثر على قرارات البلد المتعلقه بالوطن والمواطن والمقيم امور كثيره يمكن لمسناها على ارض الواقع لما اهتز سعر النفط شو اللي صار عندنا وشنو هي التغييرات القادمه؟ التغييرات القادمه اسعار النفط راح ترتفع راح تنزل، اسعار النفط المتوقعين الخبراء شنو يتوقعون؟ ايضا اسعار البنزين المتعلقه وفك الربط اسعار البنزين نفسها والديزل وغيره ويكون خاضع للمؤشر الدولي واسعار النفط، ربط الدولار، امور كثيره اقتصاديه وماليه راح نتكلم عنها في هذا المساء، وايضا برميل النفط والربط والاوبك و امور عندنا ان شاء الله يكفينا حديثنا ووقتنا مع ضيفنا الكريم نرحب به دائما حقيقه ونستع ونسعد بتواجده وبآرائه النيره وهو الخبير النفطي الاستاذ كامل الحرمي مساء الخير استاذ كامل مساء الخير يا, يا أهلا فيكم مشكورين على الاستضافه وشكرا جزيلا على المقدمه ونتمنى نتمنى <applause> فعلا ان, إن النفط يرتفع الكل يتمنى <applause> الكل يتمنى لكن لكن يعني المعدل الحالي جيد يعني في حدود ال 50 دولار تقريبا حق النفط الخام الكويتي البرنت البرنت هو حوالي اليوم يقارب يعني يقترب من ال 56 دولار والتوقعات ان يعني البرميل راح يكون في يعني نطاق ال 55 الى 60 دولار يعني <applause> إيه ما راح يوصل الى اميه كامل لا اعتقد احنا الاميه خلص اعتقد ننسى ننسى ننساه لفتره معينه انا يعني اعتقد يعني ممكن ننساه لمده خمس سنوات لكن لكن بعدين اتوقع مره مره اخرى القوه تعود والبرميل اللي راح يصير اقوى نتيجه اول شيء نتيجه اللي اللي صار اللي حدث هو ان الاستثمارات في النفط انخفضت بعد عام 2014 من قبل؟ من قبل الشركات النفطيه العملاقه. خاصة في النفوط الغير تقليديه خصوصا في النفوط الاكثر كلفه الاعلى كلفه سواء في البرازيل سواء في كندا النفط الرملي سواء في في النفط الروسي لان الكلفه زادت. عليهم هناك. عليه طبعا كلفه فانت يعني شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ اللي صار احنا السعر قام يزيد، البترول قام يزيد، البرميل يرتفع 50، 55، 60، 70، 80، 90، 100 حتى المعدل 100 دولار الكل كان يقول اي والله هذا اللي يبيه المستهلك هذا اللي يبيه المستهلك النهائي بس شنو صار؟ مع كل زيادة في سعر البرميل يقابل زيادة في الاستخراج يكون زيادة لا يكون شنو البنوك إيه؟ والبيوت المالية تشجع الشركات النفطية بالاستثمار بالنفط ايه؟, إيه؟ لأن شو يقول له كل يوم يقول له يقول له شيء ثاني يروحون البنك يقول له من في الحقل هذا في البرازيل في كندا في ألاسكا روح السعر بيرتفع وش ورانا السعر بيزيد واوبك من ورانا يعني اوبك راح تساعدنا طالما ما في نفوط اخرى منافسه فاوبك راح تساعدنا والبرميل راح يرتفع ويصعد مم. وصل البرميل ما شفت الى فوق ال 130 دولار برميل شو اللي صار؟ النفوط الاخرى دخلت ادخلت تشوف النفط الصخري دخل علينا حتى كان في مكان حتى النفط من البرازيل يزيد انتاجه او النفط ال النفط الرملي في 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 كندا لان احنا ساعدناهم وما ما في ما كان في توجه ما كان في راي في في سكرتاريه منظمه اوبك وهذا التقرير اللي طلع اللي قال لك الان السعر قاعد ينخفض فانت عليك انك انت تقلل في عمليه الانتاج حتى نحافظ على هذا السعر، بينما قالت لا انا راح استمر بنفس الانتاجيه. صح صحيح؟ قالوا بنفس الانتاجيه بس بس اللي صار اليوم اليوم يوم نتكلم عن الاستثمار وتتر... انت رجعتني الى موضوع ال 100 دولار مستقبلا إيه؟ اكيد لان اليوم 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 من 14 من 2014 15 16 المنطقة الوحيدة اللي الشركات النفطية تستثمر فيها هي منطقة الشرق الاوسط لا غير ليش؟ ها خوش ايه؟ لان اخي الكريم النفوط الموجودة في الشرق الاوسط النفوط السهلة ايوه سواء انت تروح مثلا الكويت، ايه؟ العراق، السعودية، ايران فالكلفة عندنا مثلا على سبيل المثال انتاج النفط الخام الكويتي البرميل واحد ما دون العشر دولارات ايه؟ نفس الشيء في العراق وهذه يعني وحقوق وكميات كبيره يعني هائله فالكل وما وانت وانت منت بحاجه الى تقنيات معدات يعني ثقيله كل وغيره كلش يعني مو تقنيات تكنولوجيا عاليه يعني الهوريزونتال دريلنج والفيرتيكال دريلنج ماكو يعني سهل تحفر وخلصنا فعشان كذي الاستثمار مشجع مشجع في منطقه الشرق, الشرق الاوسط ولهذا لان مع انخفاض الطلب يعني مع انخفاض سعر البرميل الاستثمارات توجهت في منطقه الشرق الاوسط وما قاموا يستثمرون في الخارج هذا زين لنا هذا زين لنا على المدى المتوسط القريب والبعيد شلون لان ماكو الحين ماكو فرص ان الواحد يروح يستثمر برا يعني برا منطقه الخليج منطقه اذا اصبح الوسط. منطقه الخليج عنصر جاذب للمستثمر الاجنبي صح صح اكيد لا لا وليش عيل مثلا انت انت قاعد جبت لي موضوع ثاني إيه؟ دخلت موضوع ثاني قبل اسبوعين شركه بريتش بتروليوم وقعت عقد استثمار في حقل ابو ظبي ماخذه ما حصه ب 10 10% ودفعت في حقول ابو ظبي وحقول منتجه حوالي مليون الف شم 170 الف برميل برميل من النفط ينتج يوميا ولمده 40 سنه <applause> ممتاز <applause> نفس الشيء شركه توتال الفرنسيه استثمرت في ابو ظبي لا نفس الشيء فشو اللي استفاد ابو ظبي ابو ظبي استفادت توتال استفادت وشركه بي بي استفادت احنا شو استفدنا لما وظفت حضرتك هذا الموضوع ابي المشاهد يعرف ويعي تماما لما وظفت موضوع الشركات تقول راشد انت تذكرتني بهذا الموضوع الشركه هذه وقعت مع ابو ظبي شو الاسقاط اللي تبي توصل انا قاعد اقول لك ان نحن ان بالكويت انا ما مسوي مثل ابو ظبي واخلي ابو ظبي او الشركات الاخرى تمتلك 10% من نفط الخام الكويتي وأن تسجل احتياطياتها النفطيه في دفاترها. انا ضد انا مو مع هذا انا مع دعوه الشركات النفطيه العملاقه في الاستثمار في الكويت بالتقنيات بتقنياتها. يعني احنا عندنا يعني مثلا انا اعتقد انا اعتقد يعني ما أنا متاكد يعني عندنا صعوبه في الوصول الى معدل يمكن مليون برميل من نفط الخام من حقول الشمال. صعوبة. صعوبة صعوبة أمنية صعوبة لا لا اقتصادية تقنية, صعوبة تقنية 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 حضرتك ذكرت قبل شوي مو محتاجين احنا تقنية النفط عندنا سهل لا لا أكيد لا لا أكيد خو أنت أنت أنا معاك بس أنت هم بعد يعني برقان الله يطول بعمر برقان إي بس أنت لو رحت مثلا بالشمال أو رحت مثل وفرة أو الخفجي على سبيل المثال أنت هذه النفوط ما هي نفوط سهلة نفوط ثقيلة نفوط بحاجة إلى تقنيات ما هي تقنيات متقدمه لكن تقنيات احنا لا مصطورة. نمتلكها في الكويت. حتى البحر يمكن مستخدمينها. حتى هو. في البحر م. فانت ابي سؤالك الثاني بيكون احنا صار لنا من سنه 1946 ايه. وين خبراتنا الكويتيه؟ ايه. انا اقول لك عندنا خبرات بس في المجال احنا عندنا خبرات في الحقول السهله برقان ووربة ولا بس انك تجي حق الشمال لا هل الحقوة. في قراءات ان الشمال في كميات نفطيه تستدعي اني انا اتفق مع هذه الشركات العالميه ذات الكلفه العاليه وذات التكنولوجيا المتطوره واستخرج النفط بهذه المناطق واكسب منها؟ ايضا سؤال اقتصادي لا لا بكل تاكيد انت انت اكيد يعني انا اي انت هم بحق. انت ترد انا اقول لك اي نعم لان كلفه النفط الخام الثقيل استخراج النفط الخام الثقيل بالكويت تقريبا في حدود 22 23 يمكن 24 دولار فرق بين ال 22 يوم قلت لك كمعدل كم... 22 حق النفط الخام الثقيل وما دون ال 10 دولارات حق معدل النفط الخام الكويتي اليوم انا ما اقول لك لا في فرق لكن لما تاخذ 22 او 23 دولار وتقارنه في البرنت او تاخذ تقارنه ببحر الشمال مثل برنت او انك تقارنه في نفط النفط الصخري حوالي 55 قول او يمكن 60 دولار تكلفته اي <أه> إيه؟ فانت وينك وين انت فرق يعني الدبل هو نفس النفط اللي هني هو نفس اللي هنا هو تقريبا يعني هو نفط نفط هو نفط بس لما ابيع انا ب 75 او 65 او 60 دولار سعره انا ربحان ككويت انت كنت عليه 25 دولار يعني عدل شوف انت انت قاعد تشعب يعني قاعد اخدم الموضوع لا لا لا, لا, لا كمل انا اقول لك انت الحين تقول لي انا اربح انت اكيد تربح انت ربحان حتى 24 دولار ربحان طيب وين المشكله زين ها شفت شلون ايه. وين المشكله ايه. المشكله انت ميزانيتك عند ال 65 دولار ميزانيتي اي ميزانيتك انت ايه. عشان اه تقابل يعني على اساس ان انا عندي ميزانيه الكويت ايه. حق العام 2016 17 يعني انا. مثلا ها ايه. اه اه ميزانك معدل يمكن 19 17 مليار دينار كويتي ايه. زين في السابق كان 20 مليار انت عشان تقابل متطلبات ميزانيه ب 17 و 18 او 20 مليار دينار لازم سعر النفط الكويتي يكون عندك عند معدل 65 دولار ولا شو تصير يصير عندك عجز لكن انا اذا فتحت لي حقل ثاني وابيع منه واخليه احتياط لي اعتقد ممكن تنحل هذه القضيه بعد الفاصل راح اكمل هذا الحوار وهذا وهذا السجال النفطي وموضوع يفتح لنا الموضوع استاذ كامل بعد الفاصل ان شاء الله وايضا سنتحدث عن زياره وزير النفط العراقي اعتقد الكويت وانعكاس هذه الزياره كيف يراها المحلين والخبراء بعد الفاصل استاذ كامل الحديث معك جدا شجع الامانه وياخذنا من نقطه نقطة لذلك انا تارك الاسئله على جنب ونتحدث حديث الشعب الدواوين الكويتيه واغلب اعتقد هذه الاسئله حضرتك تواجهها ففرصه وجودك معنا سأتحدث عن اهميه هذه الزياره لكن لاحقا ان شاء الله والان ارجع على هذه النقطه وهي نقطه النفط اليوم ذكرت حضرتك ان انا محتاج الى هذه التكنولوجيا العاليه محتاج الى هذا المستثمر الاجنبي واستفيد من هذه التكنولوجيا المتطوره واستخرج النفط من حقول الشمال تكلفته قد تصل الى عشرين 20 23 دولار وانا ربحان في بيعه لكن مو قاعد اتخذ هذه الخطوه، السؤال يطرح نفسه يقول لك يا اخي ما انت عندك نفط اقل من 10 دولار تكلفته بيع فيه واستفيد من هذا آه هذه الموقع وهذه المنطقه وخزن اموال لا وشوف آه هي نقطتين لان انت لان قاعد تضرب او قاعد تقول استراتيجيه القطاع النفطي. انا قاعد استثمر بالشمال لان بوصل بوصل الى رقم. المؤسسه ترى ان رقم 4 ملايين برميل في اليوم من نفط الخام الكويتي في حلول مع حلول عام 2020 او 2030 خلينا نخلي 30 على اساس بس نكون لان انا راي عندي راي في موضوع 2020 ف, فعشان تحقق الرقم هذا الأربع مليون اليوم قاعد تنتج تقريبا ثلاث ملايين برميل فأنت بحاجة إلى مليون برميل آخر عشان تحصل على مليون برميل آخر يجب أنك تستثمر أو تزيد من إنتاجك من الحقول الصعبة ففي عندك النفط الثقيل، عندك النفط الثقيل في الشمال، عندك مثل في الوفره، عندك في الخفجي، وفي عندك اكتشافات هم بعد حدثت في في الشمال والكميات كمياتها لا باس بها، لكن لما تجمع الكل يجب ان تصل الى رقم الاربع ملايين اربع نعم. المليون ناقص المليون ناقص عدل، إيه؟ انت يمكن تقدر تحقق بعض الارقام يعني مثلا من الشمال يعني اعتقد احنا اليوم في الشمال ننتج حوالي 60 الف برميل الى 650 الف انت بحاجه الى انك توصل الى رقم مليون الرقم مليون يمكن صعب علينا ولهذا سابقا سابقا كان في ايام الله يرحمه الشيخ سعود الناصر وبعدين الشيخ احمد الفهد كانوا يتكلمون على موضوع تطوير حقول الشمال كانوا يتكلمون على موضوع ان تجيب الخبرات الخارجيه الشركات النفطيه العملاقه وتساهم وتخلوا في شوط بعيد لكن بعدين صار في يعني المشروع كله وقف وكان على وعوضنا المشروع او دخول الشركات انك نسوي عقود اه اه شو تقنيه انك تجيب الشركات ك ك فقط ك <applause> كعاملين بس الخبرات او هم يعتمدون على راي اراء القطاع النفطي الكويتي فاحنا أعتقد وقعوا عقود بس ما هو يا هي العقود اللي فعلا راح تأكد لك وطمئنك إنك أنت فعلا ستصل إلى معدل المليون برميل من البحر من حقول الشمال ومن ثم هم بعد عندنا حقول أخرى إن شاء الله في المستقبل. يعني أنا الشمال يوجد. الجنوب الحقول البحرية الحقول المشتركة ما راح تطلع ليها المليون؟ لا انت انا اعتقد انه صعب جدا انا اعتقد ترى فاخي فاخي الكريم كهو راي نعم راي ترى فيمكن قد ترى المؤسسه ان قد ترى المؤسسه او القطاع النفط الكويتي يرون انه ممكن لكن يعني انا حتى الان ما يعني عفوا يعني ما شفت ارقام انه فعلا تدل من يعني مثل ما انت تفضلت يعني ايش كثر راح اخذ مثلا من الخفجي ايش كثر راح اخذ من الوفره ايش كثر راح اخذ من غير برقان يعني حقول اخرى في الشمال العبدلي الرتقه هل اقدر اخذ ازيد انتاج هل الحقول هل 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 هذه على اساس اوصل الى الرقم الرقم المنشود ولا لا يعني هذه لا. توقعاتك كخبير وكمراقب في المرحلة القادمة هل أيضا ممكن أن نعاني من عجز بالميزانية مقابل النفط وأسعار البنزين وهذا الربط مع الدولار يعني متشعب الأمر فكيف تلملم لي هذه الأوراق بخبرتك هو, هو أخي الكريم أخي الكريم أنت لما نتكلم عن العجز الكل أعتقد الأغلبية راح يقولون لك إحنا ما عندنا عجز زين الكل راح يقول لك ما عندنا عجي. ليش؟ على طول بيطمر وبيقول اي والله انا عندي استثماراتي الخارجيه موجوده في الخارج. فليش ما استعمل استثماراتي الخارجيه؟ تقريبا احنا عندنا حوالي 600 مليار دولار في يعني استثمارات في من مختلف مناطق العالم في الدول الصناعيه الكبرى في دول اخرى في الصين في الهند، اليابان كل هالدول. يبقى السؤال هل فعلا في عجز؟ اذا انت استخدمت الفوائد من الفوائد الماليه هذه من الاستثمارات الخارجيه ما راح يصير عندك عجز. بس انا ارد عليهم او ارد على المعظم اقول لي بس مو فلوسنا شلون مو فلوسنا؟ اه شفت شلون؟ ايه. هل الفلوس هذه فلوس الاجيال القادمه مو عشان ش... خليك تفضل 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 مثل مثل معظم الناس يعني حتى اعضاء من الامه يقولون لا لجيب المواطن نعم وكذي صحيح ليش ل... لجيب المواطن على يعني انت انت بتاخذ من جيب احفادي واحفاده واحفادي وعيالي ليش مو انت عندك ميزانيتك ليش انت تحط ميزانيه ب 20 مليار؟ ليش انت تصرف 600 مليون دينار بالسنه على العلاج بالخارج؟ يعني انت مع انه يلجا لجيب المواطن حتى لا تفهم يعني كل تاكيد انت مع جيب المواطن؟ اي جيب المواطن يعني شي ضره اذا نزلت سعر البنزين؟ وشي ضره اذا انا مثلا عملت بطريقه الشرائح في في استعمال واستهلاك الكهرباء؟ يعني انا كمواطن انا كشخص ارحب ارحب انه يكون عندي شريحه معدل شريحه الشريحه على كيفيانه يعني انا اتحكم ليش دائما المواطن الحلقه الاضعف يعني اثرت موضوع حضرتك معجب المواطن مع الكهرباء مع كذا ليش دائما المواطن هو الحلقه الاضعف هو مو قاعد يصرف على العيال مو عنده بيت مو عنده اسر ليش دائما تخليه هو الحلقه الاضعف وهو الشخص اللي انا اقدر عليه، ابوي لا ما يقدر على لا 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 مو 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 صحب. ليش هو الوحيد لانه مو صاحب قرار ولا, هده ولا يقدر يعارض ولا يقدر يتكلم؟ عدل لا لا. روح له على طول هو، يعني ما ذكرتني بالغنى ذكرتني بالفقر. يعني لا 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 ما لا, أنا ما لا, لا انا معك يعني الراي الاخر فترة بالعكس ممتاز بس انا قاعد اقول لك الكلفه يعني مثلا انا اتفق وياك اللي تقوله. وفي هناك جانب اخر انا ما قاعد اقول لك لا الجانب الاخر راح تقول لي على طول امياني ان اي والله ليش الهدر وليش 600 مليون دينار تصرفها على 10000 او عشر واحد عشان العلاج بالخارج انا متفق وياك بس انا في نفس الوقت قاعد اقول لك شيء ثاني انت المواطن انا يا المواطن ليه رحت الجمعيه تروح الجمعيه مره او مرتين بالاسبوع اذا مو ثلاث مرات عدل صح إذن هذا العامل اللي يساعدك ولا يشيل الشيس ولا يحط الشيس بالعربانه ايش كثر تعطيه؟ المقسوم مكسوم الله. ما علينا تعطي كم؟ نص دينار؟ ربع دينار؟ م. اربع زيارات ايش كثر؟ ها هلا قصدي انا دينارين دينا. او طيب. ثلاث دنانير قاعد طيب. تعطيه، زين هالثلاث دنانير هذه الكلفه هذه كلفه زياده النفط، زياده سعر البنزين عليك. انت هل... الحين خليته ست دنانير؟ انا ما زلت مستمر اعطي العامل اعطي وانا اعطي العامل اجر الله سبحانه وتعالى شفت <applause> شلون ما عرفنا <applause> اجر الله سبحانه لا لا, أنا و... لا 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 اله الا الله انا قاعد اقول لك هذا اللي قاعد تسويه انت فانت هم بعد يعني خفف <applause> وخفف يا تتوقع الكويتيين ما يقفون مع الدوله اعتقد التاريخ كفيل وحضرتك عشت وعاصرت امور كثيره شاهدت بعينك ان المواطن ما راح يتاخر على ديرته ما راح يتاخر عليها باي أحسن شكل من الاشكال أحسن والله الكويت لو تطلب ارواحنا ما حد راح يتاخر ولا حد يزايد أحد على هذا الامر احد قال وحضرتك وانا وحض... معاك وكل متابعنا نتفق على الامر إيه؟ لكن الناس تتذمر وتقول انت الحين معقوله تبي تشيل عليها شلالة هذه كلها وانت دينار مو قاعد تزيدني يعني هم في شيء بعد اخي الكريم انا قاعد اقول لك الحين مثل نظام الكهرباء والشريحه انا قاعد اقول لك بوفر عليك انا قاعد اوفر عليك انا قاعد اعطيك فلوس اه انت قول لي، انت انت اقنعني اذا واحد عنده اكثر من بيت وعنده عمارات مو كذي، ايه ايه اكثر من بيت، ايه بيتين، ثلاثة، عشر بيوت، الله يغنيه وما شاء الله عليه، ايه زين هو نعم هل من المعقول انه هو نفس كلفة ت... ت... تحاسبه نفس السهلاك يعني معدل استهلاكيانا؟ بالتأكيد لا، ايضا يا استاذ كامل، هناك انت تعلم تماما من المستثمرين الكويتيين اللي سحب امواله من البورصة وراح يستثمر في البيوت السكنية ويشتري بيوت في البيوت السكنية ويأخذ يدفع أجرة الكهرباء والماء وهو مستثمر وعند الأموال أيضا هناك قانون من يملك عقار أكثر من 4000 متر أو 3000 متر يدفع مبلغ على هذا الأمر والبنوك حررت الأراضي وباعت هذا العقار وانخفض العقار وما زال يحاولون ولا في تفعيل هذا القانون موضوع طويل والوقت أنا جدا يضايقني بهذا الأمر ولكن لابد أن أختم مع حضرتك يعني بهذا السؤال الزيارة العراقي اليوم وزير النفط العراقي زيارة الكويت يعني. وكخبراء كيف تنظرون وترصدون هذا الجانب شوف يعني نتمنى يعني ان طبعا الزياره هي اول شيء مثل ما تفضلت بدايه زياره من دوله دوله اوبك من مؤسسين اوبك فراح يكون في عندهم اول شيء يتكلمون على مستقبل اوبك شلون راح يرتبون امورهم من السنه الجايه مع خفض الانتاج عرفت شلون وتوسع في وبعدين تكلمون على الاشياء الثنائيه بين الكويت والعراق، خاصة يعني عندنا حقول مشتركه مع العراق، ليش ما ناسس شراكه نسوي شراكه مع الطرف الجانب العراقي، يعني على اساس ان الحق هم هم يحافظون على حقوقهم واحنا نحافظ على حقوقنا، مثل ما قاعد نسوي مثلا مع الخفجي، مع المملكه العربيه السعوديه في الوفره في الخفجي، نسوي نفس النظام الموجود نسويه فيه ان شاء الله هذه الزياره مهمه مهمه وتبادل الاراء سواء على الطرف السياسي سواء على نعم. الطرف المحلي وعلى الجانب الاوبك انا ياخذني ايضا ختاما مع حضرتك الجانب الامني ومدى اهميه الجانب الامني حتى استقرار هذا المستثمر يعني ذكرت قبل شوي لما قلت ابو ظبي وشركه عالميه 40 سنه اعتقد هذه انعكس على الجانب الامني لان هذه شركات عالميه ولها ما لها في الدول الاخرى المختلفه ومن سلطه ومن نفوذ وغيره فلما يستثمر عندي انا هذا المستثمر الاجنبي في الشرق الاوسط امنيا لهذا الشرق الاوسط كيف تقيمه ترى هذا الامر؟ أوه شوف انت تقيمه امنيا إيه انا قاعد اقول لك ايضا في نفس الوقت الحمد لله النظام اللي عندنا من الدستور من حريه الراي هذا بعد ايضا يساعد جانب مؤثر ويساعدنا لكن ايضا نتمنى مثل ما انت ضلت ان نادي الشركات مره اخرى يعني مثلا على سبيل المثال كان إحنا عندنا شركه داو اكبر شركه عملاقه نعم نعم في صناعه البتروكيماويات اذا احنا مثل ما هذا قاعد يرني على موضوع ثاني نعم انت تبي شراكه <applause> اجنبيه عشان جوانب مبنية على الخصخص بعض القطاعات النفطيه تتفق مع هذا الجانب اكيد عمياني وهذا يعزز الاستقرار الأمني أنت قاعد تقول ي... الشريك الأجنبي وييك الاستثمار وأنت راح تخلق لك فرص عمل أخرى لل... لل... للمواطن للمواطن وحتى غير المواطن بعد فانت تقول لك شو تبيع نفط نت سلم حق الغرب <تصفيق> <تصفيق> يعني اراء كثيره تعمل شكرا جزيلا استاذ كامل الحرامي الخبير النفطي بارك الله فيك وشكرا لقبولك هذه الدعوه اترك لك كلمه الختام إذا لا توضح شيء والله أو... مشكورين وجزاكم الله خير وانا يعني انا قاعد اقول لك انا قاعد اقول انه فعلا يعني إنه اذا في عندنا عجز ارجوكم لا تجسون اموال عيالي واحفادي واحفاد احفادنا متى الاجيال القادمه؟ في قانون يحدد لي الاجيال القادمه اي تاريخ؟ ما عرفنا احنا عرفنا قبل عم. ايامنا احنا الجيل القادم. إيه؟ وانتم ما شاء الله <applause> ما لا لا انتم الجيل القادم. في قانون يحدده او في تاريخ لا, لا, لا الجيل القادم الفلاني. طالما ان انا طالع عندي استثمارات واخلي الاستثمارات في الخارج هذا ايضا جانب امني لدوله إيه؟ بس الجيل القادم متى هذا الاجيال القادمه متى؟ في تاريخ؟ احفادي. <applause> أحفا... عندك احفاد <applause> الحين خليهم لك. إيه؟ لا, بس لا 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 في 2030 مثلا هذا الجيل الاجيال القادمه الاجيال القادم، بس انت, انت ما تجي شيء ما اعتقد هو خليه خليك كذي لا لا, ما قاعد لا قاعد تستثمره لا قاعد تستثمره بارك الله فيك شكرا جزيلا الله شكرا يا كل الشكر لضيفنا الكريم والشكر موصول لكم على حسن المتابعه تقبل التحيات فريق العمل وتحياتي كنت معاكم راشد حسن تصبحون على امن وامان وصحب الابدان الى اللقاء